أكلوا بعضهم. هكذا عاش النمل في مخبأ نووي لسنوات دون غذاء. للوهلة الأولى يبدو الأمر وكأنه فيلم رعب يعود لخمسينات القرن الماضي. تمكنت نحو مليون نملة من آكل اللحوم من الهروب من مخبأ نووي سوفياتي بعد سنوات طويلة من الاختباء، ولكن لا تخف، فقصة هذه الحشرات الطريفة في الواقع قصة كفاح ومثابرة للبقاء على قيد الحياة والاستمرار في وجه كل الصعوبات. عام 2013 عثر فريق من علماء الأحياء البولنديين بقيادة البروفيسور فيوتش تشيكوفيسكي على عدد هائل من نمل الخشب محتجزا داخل مخبأ مهجور للذخائر غرب بولندا. كان قد بني في ستينات القرن الماضي لتخزين الأسلحة النووية، وبدا ان الحظ العاثر قاد حشرات النمل للسقوط في انبوب تهوية، ووصل عبره الى غرفة مغلقة لم تستطع الخروج منها بدون اضاءة او طعام او حرارة فيها. ذهل العلماء من الاكتشاف وظلوا يراقبون سرب النمل المعزول هذا، وقد أدركوا أن النمل لم يكن قادرا على الوصول إلى أنبوب التهوية الموجود في وسط السقف والتي تؤدي للعودة مجددا إلى السطح. لكن هل دفع ذلك النمل لليأس؟ لا، شمروا عن سواعدهم الصغيرة وبذلوا كل جهد لبناء مجتمع وظيفي، وفي الظلام الدامس تمكنوا من بناء عش لهم من التراب والبقايا الموجودة في الغرفة، وتمكنوا من الحفاظ عليه وصيانته في مختلف الظروف طوال فصول السنة. عندما عاد العلماء بعد سنتين إلى نفس المكان ليلقوا نظرة على العش، وجدوا أنه لا يزال يضج بالحياة مع ما يقارب مليون نملة تعيش داخله. وأدى استمرار تساقط النمل من فتحة التهوية إلى الغرفة المهجورة إلى زيادة أعداد النمل على ما يبدو، مع عدم وجود دلائل على أنها تتكاثر بنجاح. لا يزال العلماء يرغبون بمعرفة كيف بقي النمل وبنى مستعمرة في قبو ليس فيه مصدر غذاء له. الجواب باختصار، وفق دراسة نشرت حديثا، يقول ماك ستيفن مؤلف مشارك في الدراسة وعالم بيئي متخصص بسلوكيات النمل في جامعة زيجيد في المجر: لم أتفاجأ بما رأيت، لقد كان أكل بعضها بعضا الخيار المنطقي الوحيد لتبقى على قيد الحياة. بحلول عام 2016 كانت أرضية الغرفة مغطاة ببقايا نحو مليوني نملة ميتة، وهذا النوع من النمل وفقا لتقاليده يجمع جثث أفراده في أكوام عملاقة تسمى المقابر، حيث تتألف من مئات من بقايا النمل الميت. جمع الفريق نحو 150 عينة منها وحللها بحثا على علامات تدل على ظاهرة أكل المثيل، ووجدوا بالفعل ثقوبا وعلامات تدل على عضات النمل الأخرى في 93% من العينات المأخوذة. يوضح أستيفان أن نمل الخشب عادة ما يتغذى على النسيج النباتي والفواكه، لكن طريقة تغذيتهم التي اعتمدوا عليها بأكل بعضهم البعض وحشية. يقول أيضا إنها أشبه بفتح ثقب في مكان ما من الجثة للوصول إلى العضلات والدهون والأعضاء الموجودة داخلها وأكلها. ولحسن حظها لم تعد تلك الحشرات مضطرة إلى أكل بعضها بعضا بعد أن فعلوا ذلك لسنوات طويلة. وأخيرا ثبت العلماء سلم خشبي طوله 3 أمتار، وتمكن النمل من تسلقه والوصول إلى فتحة التهوية في السقف والعودة إلى العش الأم. وعندما عاد العلماء في عام 2017 كان الموقع مهجورا. إن عادة التخلص من بقايا الحشرات الميتة جانب مهم للغاية في مجتمع الحشرات، فمثلا تختار حشرات مثل النمل والدبابير والنحل والنمل الأبيض أفراد منها تتمثل مهمتهم في إيجاد جثث أفرادها لإبعادها عن العش. بالنسبة للنمل الأبيض فإن ظاهرة أكل المثيل هي إحدى الطرق الرئيسية التي تتبعها للتخلص من بقايا هذه الجثث، بينما تتجنب حشرات النمل والنحل هذه العادة لأسباب صحية كما يقول ستيفان. تتجنب هذه الحشرات نشر الطفيليات والأمراض من خلال التغذية على بقايا أفرادها،
الأخرى والتي قد تكون ماتت بسببها. على الرغم من ذلك، فقد يكون اللجوء لظاهرة أكل المثيل ضروريا في الظروف الصعبة، مثل ظروف النمل الذي عاش في المخبأ النووي المهجور. ويمكن أن توفر الجثث العناصر الغذائية الأساسية عندما تكون جميع مصادر الغذاء الأخرى شحيحة. ويقول أيضا، تلجأ حشرات خصوصا نمل الخشب لفعل كل ما يلزم للبقاء على قيد الحياة، فهي مشهورة بحروبها الضخمة مع المستعمرات القريبة منها للسيطرة على الأرض، حتى أنها في بعض الأحيان تنقل جثث أعدائها الذين سقطوا في المعركة إلى العش وتتغذى عليها. عموما، توجد ظاهرة أكل المثيل في معظم أنواع الحشرات إلى حد ما. تقول أليس ووكر عالمة الحشرات في جامعة ليفربول وغير المشاركة في الدراسة، وفر النمل الذي اكتشف في المخبأ المجهور فرصة فريدة لدراسة سلوك جديد لدى النمل، وذلك يوضح في النهاية مدى قدرة النمل على التكيف مع البيئات القاسية. هو أحد الأسباب الذي جعل هذه الحشرات تنجح في الاستمرار بعد ظهورها منذ 150 مليون سنة. أعزائي، شكرا لكم على المتابعة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب.